النهارده وزارة الداخلية كمان نفذت خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق اللي بتؤدي إليها. كان في تعزيز للتواجد الأمني والمروري في كافة المحاور والميادين والطرق المهمة مع بداية العام الدراسي الجديد. خلونا نشوف هذا التقرير. مع انطلاقة عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات، حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. صراحة أول لما جيت ولقيت أفراد الشرطة نفسهم هم اللي واقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي والطلبة والبيرنتس وناس كتيرة داخلة، ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت، حسيت بأمن أكبر وحسيت إن الدنيا بخير أكتر وحسيت إن إحنا طالعين لقدام أكتر ومتشكرين، مش هنقول حاجة تانية غير كده. شكرا جدا ليكوا إن أنتوا واقفين وبتحمونا. الحمد لله لقيت الشرطة واقفة والواحد يأمن على ولاده في المدرسة، الحمد لله. ترتكز الخطة الأمنية على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس، بينها عناصر من الشرطة النسائية لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور. وجود الأمن ممتاز جدا، وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حاسة إن هي في تواجد للأمن، بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون إن هم يحسوا بالأمان. كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. دي حاجة كويسة جدا للولاد، أمان عليهم وهم بيعدوا، حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة، وأمان للأهالي نفسها، وكده الواحد يبقى مطمن عليهم أكتر. حاجة كويسة جدا أنا أبقى حاسة بالأمان للدرجة دي، يعني إن في شرطة موجودة بعيدا عن الأمن العادي اللي موجود في المدرسة، فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جدا يعني. ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي، تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميادين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحام والتعامل الفوري معها. احنا جينا الصبح لقينا الشرطة واقفة وموجودين، والحمد لله مخلين بالهم من ولادنا. مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميادين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد، وتبعث برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربوع الوطن.